التي كدعم لباقي المدار المشاورات السياسية والاجتماع الميزانية وكذا وصلت على المواعيد الثنائية الهامة آلياتها الخاصة. إن الديناميكيات الجديدة لعلاقتنا المستوحاة من إعلان الجزائر ستسمح أيضا بتعميق مشاوراتنا حول قضايا الساعة الإقليمية منها والدولية، والتي نسعد بتطابق وجهات النظر بين الجزائر وباريس بشأنها، خاصة فيما يتعلق بالحوار الأورو متوسطي، الملف الليبي، وكذا الوضع في الساحل ومحاربة الإرهاب والتطرف العنيف. وإن الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية التي تحيلنا إلى ورقة الطريق وإلى رزنامة مواعيدنا المستقبلية المشتركة ضمن آفاق 2030 المقررة من قبل رئيسي البلدين في إطار إعلان الجزائر، ستشكل لا محالة سانحة لإعطاء دفع قوي للعلاقات الشاملة الجزائرية الفرنسية بفضل تعميق وتقويم الشراكات، خاصة ما تعلق منها بالجانب الاقتصادي. وإذا كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية ترتكز على روابط تاريخية وإنسانية لا مثيل لها، وجب علينا تطوير تعاون متعدد الأشكال ومفيد للطرفين، مبني على الوفاق الدائم واحترام مبادئ ومصالح كل طرف، بما تقتضيه جودة الحوار السياسي بين بلدينا، والذي يتصف بكونه دائما ومثمرا لا سيما على مستوى رئيسي الدولتين. ولا بد من القول فيها في إطار مبدأ الصراحة الذي نتقاسمه أنه يبقى من الضروري بذل مجهودات أكبر من أجل الوصول إلى أحسن السبل الكفيلة بتسهيل حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، وأظنكم تتفقون معي في أن هذا الجانب يبقى جوهريا بالنظر إلى المستوى الاستراتيجي الذي نريد أن نعطيه للعلاقات بين بلدينا. ولا شك أن إعلان الجزائر سيسمح بتحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال من خلال تشجيع التنقل بين البلدين لفائدة شرائح معينة، غير أن هذا الانفتاح يبقى بحاجة إلى التعميم ليشمل فئات أخرى، خاصة من أجل تسهيل التواصل بين العائلات بين البلدين. وإن الشراكة المميزة والاستثنائية التي نتطلع إليها لا يجب أن تصطدم بصعوبات من السهل تجاوزها، على غرار مسألة التأشيرات أو مسألة الخريطة الأمنية المنجزة من قبل السلطات الفرنسية والتي لا تعكس حقيقة جزائر اليوم. ولذا يتعين علينا إعادة بعث الحوار حول المسائل المتعلقة بتنقل الأشخاص والهجرة وإعادة قبول الأشخاص طبقا لإعلان الجزائر في ظل جو تطبعه الثقة والبراغماتية. ونؤكد لكم بهذا الشأن عزمنا على العمل سويا حول هذه المسائل، ذلكم أن الجزائر وبالرغم من الوضعية الصحية التي عرفها العالم قد أبانت دائما عن إرادة حقيقية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق التزامها الشامل حول هذه المسألة. ولقد مكنت جودة حوارنا السياسي أيضا من التطرق إلى مسألة الذاكرة المشتركة في جو تطبعه الطمأنينة والوضوح والاحترام المتبادل